حبيبي اللي منورين الدنيا كلها. النهارده ان شاء الله هرفع لكم قصه جديده، واتمنى طبعا ان القصه تعجبكم وان صوتي يعجبكم. لو القصه عجبتكم وصوتي عجبكم دوس لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه طبعا محدش ينسى تسيب لي رايك في كومنت عشان تشجعوني ان انا ارفع لكم حاجات تانية ان شاء الله. والقصه بتاعت النهارده قصه مهمه جدا، وهي قصه عن الفراق، واتمنى ان القصه تعجبكم. يا ليلي يابا ليلي يا ليل، شاب لسه في بداياته، دخل حقوق وباجتهاده، دب في عشق زميله ليه غيرت له مسار حياته. قال لها رايدك في الحلال تكوني ليا ام العيال، قالت وانا كمان عاوزاك مستنياك لو بعدك طال. اسمعوا ايها الكرام، بدلوا بعد حب وغرام، قالت له احنا كده عسين وطريقنا كله اخره حرام، هتجوز اللي يخبط بابي ويجي يطلب ايدي من بابي. قال لها فترة وهشد حيلي اصلك لا يمكن تتسابي. وبعد فترة شغل ودراسة قالت له كلمة طلعت رصاصة، قالت له انا جاي لعريس جاهز وجايب من خلاص. والسكوت كان هو كلامه، كابوس هيقتل كل احلامه. قالت له نصيحة ليك انساني وازاي هينسى حبه وغرامه. قلبت حياته كلها دمار لاجل ينسى يسكر في بار، والغلبان هيشكي لمين وابتدى من التفكير ينار. نزل دموع بيده يمسحها وخب بعضه وراح فرحها، وشاف حبيبته جنب عريسها صرخ الاه محد السماع. بصت ليه بكل زجاجة ما بقتش زي زمان مشتاقة، قامت ضحكت لعريسها وساعتها قرر يبقى حاجة. نفض لي جرحه والخيانة كره الحياة كده بأمانة، وشد حيله وجاله واسطة اتخرجوا بقى وكيل نيابة. جرح عليه رد عريسها يضرب فيها دايما حبيسها، افترى عليها في المعاملة ودموع الندم في عينيها تحبسها. اشتاقت ليه ومن الفراق وطلبت من جوزها الطلاق، ولما راحت المحكمة شوفوا يا ناس حكم الخلاق. دخلت مكتب النيابة وصورة للوكيل متسابة، أو ما شافتها خدت الصدمة عقلها افتكر كل حاجة. حست ساعتها بندم كبير، وكيل النيابة دخل بأمير. أول ما شافها عقله هنج، شاف عينيها عذابه القديم. بص ليها وكان مذهول، عرسين بعدها مقتول. قال لها اتفضلي قولي مشاكلك، فضلت تعيط ما قدرتش تقول. كان ليا حبيب وكان امين، بس الشيطان تقول له ايه، حبيت المن نسيت الحنين، وجيت عليا يا زمن ليه. رد عليها بكل برود قال لها الزمن وعايش مبسوط، على قلبه ابقي اقري الفاتحة ده كل ليلة كان بيموت. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون القصة عجبتكم. لو القصة عجبتكم دوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة طبعا محدش ينسى انك تسيبولي رأيكم في كومنت عشان تشجعوني ان ارفع حاجات تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.